يا مساء الفل، عاملين ايه؟ هل يعقل ان احنا نبقى في موسم الكركديه وعرق السوس والتمر والحاجات دي كلها ونسيبها تعدي كده مرور الكرام وما نستخدمهاش ونعمل بيها وصفات للبشره تجنن؟ اخترت لكم مشروبين بجربهم من السنه اللي فاتت وما قدرتش ابطلهم، كركديه وعرق السوس. ليه اخترت الكركديه؟ اول حاجه انا بحبه جدا، هو مشروب لذوذ كده بيحسسك بالانتعاش كده، مفيد للصحة بشكل عام، بيسهل عملية الهضم، وطبعا دي حاجة مهمة جدا بعد وجبة الفطار المتينة، بيحافظ على توازن السوائل اللي في الجسم وبيحافظ على درجة حرارة الجسم. نيجي بقى لفوائده للبشرة، يعتبر مرطب طبيعي للبشرة. احنا طبعا في الصيام محدش بيرجع يشرب كمية المية اللي احنا المفروض نشربها، او كمان ناكل الاكل بشكل صحيح اللي يغذي بشرتنا وشعرنا، فلازم نعوض بحاجات كده خارجية. فالكركديه بيرطب البشرة جدا، بيوحد لون البشرة، وأحلى حاجة بيعملها إن هو كده بيديله نضارة وتوريد. كل اللي هنحتاجه، هناخد شوية من الكركديه الحلوين اللي احنا بنشربهم بعد الفطار، نضيف عليه معلقتين نشا ومية ورد، ونقلبه كده على طول. لو حسيتيه بقى مية قوي ممكن تزودي النشا زي ما أنا هعمل حالا. ونضيف مية الورد، معلقة صغيرة. طبعا نكون غسلين بشرتنا قبل ما نحط اي ماسك عليها. هو ممكن هينقط شوية، فممكن تحطي تحت او تبقي على الحوض عشان ما نبهدلش الدنيا. حلوة قوي برضو للرؤوس السوداء اللي بتبقى في منطقة المناخير والدقن. هنسيب الماسك على بشرتنا نص ساعة، وياريت واحنا حاطين الماسك ما نتكلمش كتير عشان ما نعملش خطوط تعبيرية، نص ساعة، وبعدين نغسل وشنا بمية فترة. انا شطفت وشي بمية فترة بس، تمام، وزي ما دايما بقول لكم بننشف بمنديل وطبطبة كده بس. انتوا شايفين التوريد في الخدود حلو ازاي وطبيعي، لازم تجربوه. تاني مشروب معانا وهو العرق السوس. انا عارفه ان العرق السوس طعمه مش الطف حاجه، مش ناس كتير بتحبه، بس لازم تجيبيه وتجربي بيه الوصفه اللي هقولك عليها النهارده. لازم تستخدميها كل يوم في رمضان من اول الشهر لاخر الشهر، هتحسي بفرق في بشرتك رهيب. العرق السوس فيه مواد مضاده للاكسده عاليه جدا، بترطب البشره وبتشد الجلد، كمان مفيد جدا وحلو للتجاعيد والخطوط التعبيريه اللي بتظهر لنا. اصلا العرق السوس هتلاقوه داخل كتير في مستحضرات التجميل وبالذات واقي الشمس، لان هو بيفتح البشره وبيوحدها. يعني لو عندك اي بقع داكنه، اي اثار حروق او الحبوب اللي بتسيب علامات، كل ده بيشيله تماما. الموضوع بسيط قوي، هنجيب العرق السوس ننقعه من بالليل زي ما انتم شايفين كده، ده هيبقى لونه، وبعدين نجيب اي ازازه فاضيه نحط فيه شويه من العرق السوس ونضيف عليه 4 معالق صغيره من زيت الجوجوبا. فاكرين زيت الجوجوبا قلت لكم عليه قد ايه حلو مرطب للبشره هايل؟ هنضيفهم على بعض ونرجهم كويس جدا قبل الاستخدام، وطبعا بنبقى حاطينهم في الثلاجه، ونرشهم على بشرتنا نص ساعة، بعدين اشطفي وشك بالمية. هقول لكم برضو في السريع كده وصفة للشعر بالكركديه، لان انا بصراحة جربتها وعجبتني قوي، ما رميتش الكركديه اللي انا نقعته، قلت لازم استفيد بيه. فطحنته وحطيت عليه زبادي وزيت روزماري. ما عندكيش زيت روزماري ممكن تحطي زيت جوز هند او زيت زيتون، بنخلطهم مع بعض ونحطهم على الشعر لمدة نص ساعة، بعدين نغسل شعرنا. لو عرفتي تعملي الموضوع ده مرة أو مرتين في الأسبوع هتكوني بتخدمي شعرك، لأن فعلا الشعر والبشرة بيتأثروا في رمضان، لأن زي ما قلتلكوا لا بنشرب ولا بناكل الكميات والأكل المناسب اللي احنا المفروض نغذي بيه بشرتنا وشعرنا، فيعني نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه. جربوا الوصفات دي هتعجبكم قوي، وهستنى رأيكم في الكومنتس.